حياة تدمري في القاهرة لم تقتصر على العلم فحسب، وإنما على مشاهدات عديدة تصلح كتبا. دكتور عمر، أنت درست في جامعة الأزهر؟ نعم. الماجستير وبعدين الدكتوراه؟ نعم. ياريت هيك نسمع منك بأمانة موقفك من 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 الأزهر. يعني كمان في هناك يعني تناقض بالرأي حول الأزهر. ثم من يعتبر أن هذه الجامعة هي مصدر للتطرف، وثم من يعتبر بأنها منارة كبرى للعلم والثقافة. في الفترة التي درست فيها أنت ماذا رأيت؟ لم أرى فيها تطرفا مطلقا، وإنما كانت مثل بقية الجامعات المنفتحة، والطلاب فيها كانوا مثال الطلاب المجدين والمجتهدين والذين كانوا يتطلعون لنيل شهادة جامعة الأزهر ليعودوا إلى بلادهم، خصوصا من الطلاب الوافدين، وأنا كنت من بينهم. لم أشعر بالتزمت والتشدد في التعامل مطلقا. طيب، في تلك الفترة هو عموما فعلا ما كان في تزمت بالمنطقة العربية عموما. نعم. بتقديرك ليه بدءا منذ عام 2000 وحتى الآن كمؤرخ عم بحكي، نعم، يلاحظ أنه في نشاط هائل لجماعات الإسلام السياسي وأسماء لا تعد ولا تحصى، الداعش والقاعدة والنصرة ما الذي جرى يا دكتور كمؤرخ عم بحكي؟ يعني أنا أعتقد أنه بعد وفاة الرئيس عبد الناصر تغير الوضع السياسي بشكل عام في الوطن العربي بكامله، والمد القومي الذي كان يمثله عبد الناصر والموقف العروبي كله انقلب بمجيء الرئيس السادات الذي انفتح على الغرب وأخرج الروس وخبراء الروس من مصر، ومن هنا نشأت الأفكار المضادة اللي هي العقائدية المذهبية. بيد أن جماعات الإسلام السياسي لا تثأر من إسرائيل، يعني هذا الظاهر، لا حتى في الداخل، يعني تاريخيا من وقت اللي نشأوا، أنا ما عم بتهمهم بالعمالة، نعم نعم، لكن أنت عم بتقول أنه سبب التطبيع ولد التطرف، صح؟ نعم، نعم. هذا أنت قلت، صح. لكن فيما بعد تيارات الإسلام السياسي صارت تحدث قلاقل في الداخل، نعم، ولم تحدث قلاقل في إسرائيل، نعم. إلى ماذا تعزو السبب؟ يعني أعتقد لا يمكن أن نستبعد التدخل الخارجي والأجنبي والاستخباراتي في هكذا حركات هدامة من الداخل، وهي حركات هدامة حتما حتما طبعا تقضي على الثقافة والعلم كله كله كله، كل من يكتب، كل من يفكر، كل من